بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chronic after acute osteomyelitis كإنسيدنس، الحكاية دي سواء كانت acute osteomyelitis أو أنها تبقى complicated بchronic osteomyelitis بعديها بقت نادرة، واتفقنا من الفيديوهات اللي فاتت في acute osteomyelitis بقت نادرة نتيجة الانتيبيوتكس اللي بقت منتشرة جدا وأفيلابل وأنواع كثيرة جدا وقوية جدا ضد الاستافيلوكوكس أوريوس. فبيني وبينكم نتيجة الوايت يوسف أنتيبيوتكس والأنواع الفظيعة اللي موجودة المؤثرة جدا هنا هون، الحكاية دي بقت نادرة جدا. بس كرونيك أوستيومايلايتس لو حصلت غالبا ما بتكونش أفتر أكيوت هيماتوجينس أوستيومايلايتس. غالبا دلوقتي الاوستيومايلايتس بتحصل يا جماعه نتيجه كومباوند فراكشر هيماتوما وفتح على الشارع، فممكن جدا الانفكشن يخش الفراكشر هيماتوما وتبقى اكيوت وفولد بكرونيك اوستيومايلايتس، او ككومبليكيشن لعمليه على العظم وانت بتدخل انترا ميدالري نيل وانت قاعد بتدق لي مصاميل سكروز في العظمه، او انت بتعمل هيمي ارثروبلاستيا او ارثروبلاستيا وبتدخل بروسيس في العظم، ده طبعا ممكن كله يعمل انترودكشن اوف انفكشن. فناو دايز يوجوالي كرونيك اوستيومايلايتس كومبليكيتنج كومباوند فراكشر او نتيجه عمليه على العظم. يا ترى ايه البريديسبوزنج فاكتور للكرونيك اوستيومايلايتس؟ نبص نلاقي الكرونيك اوستيومايلايتس دي البريديسبوزنج فاكتور بتاعتها غالبا نتيجه باد مانجمنت اوف اكيوت اوستيومايلايتس. احنا في الفيديو اللي فات بتاع التريتمنت اوف اكيوت اوستيومايلايتس قلنا لو انتيبيوتيك بدري ونوع كويس جدا ودوز عالية وكويسة، العيان ده هو بيخف very early وعمر ما هيحصل كورنيستي، ولو حصل وتكون بس early drainage وشلنا اي sequestrum واي foreign body واي dead bones. لكن بيني وبينك بقى لو الانتيبيوتيك اتأخر، النوع مش كويس او الدوز بتاعته مش كويسة، اهملنا احسن حاجة لأي انفكشن الا وهي البرفكت درينج ما تعملش، والبص ما طلعهوش برا الجسم، والنيكروتيك تيشو اللي هو السيكويسترم ما تشلش بدري. النيكروتيك سيكويسترم دي برضو مهمة قوي يا جماعة تتحط في الاعتبار. السيكويسترم يتحط قوي في الاعتبار ومهم جدا لانه يعتبر فورين بادي، والفورين بادي ده هو افاسكولار. السيكويسترم ده ديد بون افاسكولار ومعشش جواه البكتيريا، والانتيبيوتيك يقدر يوصل للبكتيريا اللي جوه ويقدر يوصل للافاسكولار سيكويسترم؟ لا طبعا. وعشان كده هو جسم غريب ومليان انفكشن والانتيبيوتيك مش عارف يوصل له، فطبعا هون اكيد هيحصل كورنيستي. برضو الانتيبيوتيك يا جماعه بيكون معشش فين؟ بيكون معشش في الفايبرس تيشو اللي حوالينا، ومعشش في المنطقه اللي سراوندنج، وعشان كده هون مش عارفين نوصل للانتي بايو اللي ابتدى للمايكرو اورجانيزم ده هون اللي ممكن يحصل له فليرنج في اي لحظه من الفايبرس تيشو اللي هنا هون او من السيكويسترم اللي موجود. يا ترى الاورجانيزم اللي هيعمل الحكايه ده هي ايه؟ الاورجانيزم اللي هيعمل الحكايه ده هي ده غالبا طبعا في معظم الاحوال استافيلوكوكس اوريوس، بس other organisms غالبا بتكون
سوبر ادد. جت منين؟ جت من الاخ ده مش في ساينس، والجلد ده هو حوالينا مليان بكتيريا، فالبكتيريا اللي حوالين الساينس ده هي الساينس بيساعد على سيكندري انفكشن، ويبقى مع الاستافيلوكوكس اوريوس في اشيريشيا كولاي وبيبروتياس وما الى ذلك. وطبعا ده يزود الكورونيسي وصعوبه العلاج اكتر واكتر. العيان دهون يا ترى بقى ايه الباثولوجي اللي هيحصل للعيان ده؟ باثولوجيكالي العيان دهون هيكون فيه عنده بون ديستراكشن، يعمل لك الريجولار كافيتي او الريجولار كافيتيز، والكافيتيز ده هي مليانه ايه؟ طبعا مليانه بس وديد بون اللي هو السيكويسترا. كده العظمه ضعفت قوي يا جماعه، وزي ما قلت لكم الناس البلدي بيقولوا الحكايه دي، العظمه سوست ضعيفه قوي وسهل جدا يحصل فيها باثولوجيكال فراكشر. فربنا بيعوض الضعف ده اللي حصل في السنتر اوف ذا بون بسبري اوستيال نيو بون فورميشن في البريفري حوالين الكافيتي. وطبعا اتفقنا النيو بون فورميشن ده اللي في السبري اوستيال ريجون اللي حوالين الكافيتي ده اسمه انفولوكرام. الانفولوكرام دون هيبتدي يحصل فيه اوبننجز. الاوبننجز ده هي ديستشارجنج، حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ ديستشارجنج قاذورات بس وسيكويستر. قال لك خرم بيجيب قاذورات، خرم بيجيب قاذورات. ده شبه ايه؟ قال لك ده شبه فتحة الشرج في الحيوانات. وعلى فكرة فتحة الشرج في الحيوانات بيتقال عليها واثناء الديفلوبمنت بتاعها يعني، وفي الامبريولوجي بيتقال عليها كولواكا. عشان كده هو قال لك دي تبقى كولواكا. الديستشارجنج باس وسيكويسترم اللي هيجي بطريقه بقى كمان على الجلد عشان يعمل لك ديستشارجنج ساينس. نبص نلاقي العيان ده هو يا ترى ايه الكومبليكيشن بتاعته؟ زي كل الكومبليكيشن اللي احنا خدناها في الاكيوت اوستيومايلايتس، الباثولوجيكال فراكشر والافكشن اوف ذا ايبيفيزيال كارتليج ده ممكن ياثر على البون جروس والتوكسيميا والبايميا وما الى ذلك. يزيد هنا هون بقى ايه؟ العيان ده هو ممكن ابيرنتلي تقول ده خف خلاص، بس اتفقنا البكتيريا معششه في الفايبروس تيشو وفي السيكويسترم، ممكن في اي وقت يحصل لها فليرنج وتعمل لك ريكرنت اكيوت اكزيسيربيشنز، ريكرنت اكيوت اوستيومايلايتس. طبعا الكرونيك اوستيومايلايتس والريكرنت اكيوت اوستيومايلايتس دي كده هتعيش الطفل ده عيني وقت طويل قوي من الكرونيك توكسيميا. طب وايه يعني كرونيك توكسيميا؟ ما احنا عارفين الكرونيك توكسيميا هيعمل ايه في البون مارو، انهيبيشن اوف مور مارو، فيجيب للطفل دون انيميا. الكارثه بقى اللي فعلا بقى ممكن تموت، ايه الكارثه اللي ممكن تموت غير البايميك ابسيسيز اللي ممكن تتنطور في الجسم؟ توكسيميا ايه تاثيرها على البارينكيماتس اورجان زي البرين واللنج والهارت والليفر والكيدني والسبلين؟ كرونيك توكسيميا تعرض العيان دون لحاجه مشهوره قوي اسمها امايلويدوزيس. امايلويدوز دون الاورجنز الغاليه عليا دي الفانكشن بتاعها ما نقدرش نستغنى عنه. البارينكيماتس اورجان دي الخلايا بتاعتها هتبقى ريبليست بفانكشنلس امايلويد بروتين. تصور لو الليفر بتاعك ده الخلايا بتاعته الهيباتوسايت اتمسحت باستيكا وبقت عباره عن بروتين ملوش وظيفه. طبعا ده يعرضك لفيلير لكل الاورجنز الغاليه عليك ده، هي ميمبرين لهارت للانج لليفر لكيدنز اتسيتر. العيانين دول يا ترى ايه الكلينيكال بيكشر بتاعتهم؟ الكاركترستيك انسنس، الطفل هو بتاع كل مره، البوي اللي من 5 ل 15 سنه. تسأل العيان ده هون حصلت لك الحكاية دي قبل كده هون؟
يقول لك اه دكتور دي الحته دي كانت ورمت وسخنت عليا وخدت مضاد حيوي لمده يومين. لا ما هي سخنت ورمت ده هيستوري اوف اكيوت اوستيومايلايتس، بس هو علاج الاكيوت اوستيومايلايتس ياخد مضاد حيوي لمده يومين وكان بياخد قرص واحد في اليوم. طبعا ده باد مانجمنت. طب عملوا لك يا ابني عمليه ولا حاجه؟ لا وما عملوليش عمليه، يعني الباص كمان احتمال يكون جوه والسيكويستر. فاكيد هيستوري اوف باد مانجمنت اوف اكيوت اوستيومايلايتس. وممكن كمان الطفل يقول لك دي الحكايه دي عندها عندي بقى لها 3 4 سنين، كل شهرين ثلاثه الحته دي تيجي عليا وتوجعني وتتعبني. يعني كمان بيحكي لك الاكيوت اكسربيشنز اللي بتحصل كل شويه. العيان ده هو اكيد وانت بتكشف عليه جنرالي بور جنرال ريزيستنس وبور جنرال هيلث وانيميك وعنده توكسيميا وممكن تلاقي عنده حرارته عاليه فيفر ومن التوكسيميا طبعا عنده هيديك وماليز. العيان ده هو عنده اربع حاجات اساسيين قوي في اي بون ديزيز بيحصله. اكيد ده في انكريز انترا اوسياس بريشر، فاكيد في بين جاي من العظم، واحنا متفقين اي بين في الدنيا جاي من العظم الخواص بتاعته ثابته، ده الايكنج او سوينج زي المنشار وانكريزنج باي نايت عشان الكونجيشن اما بتنام وانكريزنج باي موفمنت عشان الماسلز اللي بتعمل تراكشن على العظمه اللي بتوجعك. اكيد الحته البينفول دي لو انت دوست عليها وانت بتعمل لها بالبيشن هتوجع العيان فتندر، والكونجيشن والإديمة والإنفلاميشن والنيوبون فورميشن الانفولوكريوم اكيد هيعمل لك سويلنج وسيكنينج في العظمة. العيان ده ما تنساش بقى ان من اهم خواص الكورنيسي واللي اكيد دليل على ان فيه كورنيسي الفتحة دي presence of sinus. الEvidence of Cornice is marked by sinus. والsinus ده يقولك أنا عندي خرم كده في الجلد بيجيب لي كل شوية حاجات صفرة بس وفيها حاجات كده هو ناشفة شوية السكويسرا. ويقولك يا دكتور ده الجرح ده ساعات بيخف وبيقفل وما بيجيبش لا مدة ولا سكويسرا، بس مرة واحدة أبص ألاقيه فتح وبيرجع تاني ينزل الحاجات الوحشه ده هي. فطبعا كون ان في ساينس ويقفل ويفتح ده معناها كرونيست. الباص ده هو اكيد نازل دايما من هذه الفتحه اللي تبص عليها هتلاقيها متبطنه بحاجه حمراء مسفره. ايه الاحمر المسفر ده؟ متبطن بسيبتك جرانيوليشن تيشو. والساينس ده هو لو انا دخلت فيه بروب يعني سلكه كده رفيعه ابص الاقي السلكه الرفيعه ادخلها تخش وادخلها تخش ادخل السلكه دي اللي هي البروب تخش الله دي دخلت لحد فين؟ الاقي دخلت فيري ديب لحد البون. العيان ده هو نقول له حرك رجليك يا حبيبي. طبعا هقول لك مش قادر لان زي ما اتفقنا من الالتهابات عنده بينفول ليميتيشن اوف موفمنت. كون ان الطفل ده مش هيستخدم رجليه اللي بتوجعه دي يبقى الماسلز بتاعته حلوه وكويسه. زي ما انتم عارفين في قاعده مشهوره قوي اسمها الديسيوس اتروفي، العضو الذي لا يستخدم بيضمر. وهنا انا مش عارف احرك رجليا بقالها ممكن شهور طويله وسنين من الوجع، فالعيان ده يجي له ديسيوس اتروفي في السراوندنج بون. الجوينت جاريتنا حبيبتنا تقول لك العظمه ده هي ملتهبه، ده انا زعلانه جدا وهعيط. بص العياط يبان عياط الجوينت في شكل سيمباثيك افيوجن، وكنت قلت لك سيمباثيك دوان تراحمي ودي حاجه بلاغيه هي لا تراحمي ولا حاجه. اتفقنا قبل كده هو ان الكونجيشن والايديما اللي في المنطقه بتزود الفورميشن اوف سينوفيا الفلويد جوه الجوينت فتعمل لك هذا الافيوجن. investigations بتاعت العيان ده وان اكيد بلين اكس راي. بلين اكس راي از كاركترستيك هتبين لك ابيض اسود ابيض. ايه الابيض اسود ابيض ده وان؟
السيكويسترم اللي جوه هيبان ابيض قوي، لان السيكويسترم العظم الميت زي بالظبط ما خدنا في فراكشر زي الافاسكولار نيكروزيس، العظم الميت بيبان ابيض من الطبيعي. ليه؟ لان انت العظم الطبيعي اللي انت بتصوره، لو انا جيت اصور هنا مثلا عظم طبيعي، ده عباره عن كالسيوم مختلط بالستروما، مختلط بفايبروستيشو، مختلط باوستيوبلاست، باوستيوكلاست، مختلط ببلاد فيسلز، فالكالسيوم هنا مخفف، فتلاقي العظم الطبيعي ابيض متوسط مثلا زي كده. لكن الديد بون بقى لا فيه لاستروما ولا في اوستيوبلاست ولا اوستيوكلاست ولا في بلاد فيسلز افاسكولار، فانت شايف كالسيوم بس، فيطلع لك الكالسيوم ابيض من الطبيعي. فدي اهي كده هون العظم الميت الجامد قوي ده الابيض الطائي الجامد قوي ده اللي في النص ده السيكويسترام. حواليك طبعا بقى في ايه؟ في حته سودا. ايه السودا دي؟ ده الكافيتي اللي مليان بس، والسيباريتد سيكويسترام، عمليه السيباريشن اكتملت هنا هون، ففي سيباريشن اوف سيكويسترام وحواليك بس داير ان داير يبان لك اسود زي الاسود ده هون اللي حوالين السيكويستر. بعد كمان في البريفري هتلاقي نيو بون فورميشن، صبري اوستيال نيو بون فورميشن دون اللي هو الانفولوكرام. دي انظر بلين اكس راي فيها السيكويسترم ابيض من الطبيعي اهو في النص، حالوها الاسود الكافيتي والبص والسيباريشن اوف سيكويسترم، وفي البريفري ابيض تاني اللي هو البون سيكنينج والصبري اوس يعني يوبون فورميشن بالانفولوكرام. دي البلين اكس راي وده نفس العيان بس سي تي، باين لك الابيض اسود ابيض سيكويسترم سيباريشن انفولوكرام. طبعا سي تي سكان وام ار اي مهمين جدا جدا عشان يبينوا الاكستند اوف ذا بون نيكروزس، يبين لك اي كافيتي، يبين لك اي سيكويسترم صغير. راديو اكتيف ايزوتوبيك سكانينج ممكن نلجا لها لو انت متوقع ان فيه هيدن فوساي اوف انفلاميشن. العيان ده هو علاجه ايه؟ علاج العيان ده هو جنرالي زي الاكوت اوستيومايلايتس، اكيد طبعا الانتي بايوتيك بكميه كبيره ودوز عاليه وما الى ذلك، بالذات لو في اكسربيشن. ومش هنكتفي بالانتي بايوتيك لوحده، لان الانتي بايوتيك لوحده ما ينفعش في الكرونيك، محتاج مع السيرجيكال درينج اللي احنا هنعمله ونرفع صحة العيان العامة وما الى ذلك. لوكالي بقى تعمل ايه؟ السيكويسترم الديد بون ده اللي مليان بكتيريا وهو اللي قاعد كل شوية يعمل لك اكيوت اكسربيشن، البكتيريا دي لازم تشيل كل الديد تيشو والبص والسيكويسترم، تعمل اكسيجن يعني اكتومي للسيكويسترم، يبقى اسمها السيكويستركتومي. طبعا ما احنا نظفت الجرح ده هو ونظفت الكافيتي ده هو ما هيتملي مادة تاني، عشان كده احسن حاجة لأي انفكشن زي ما احنا عارفين بيرفكت درينج، لن يتأتى البيرفكت درينج ده هو الا بان انت تشيل الكفرينج بتاع هذا الكافيتي، اخلي الكافيتي ده هون هنا هون كده هون زي الطبق بتاعنا، اما تبقى حاجه كده هون مفلطحه زي الطبق ومسطحه بيتقال عليها السوسرايزيشن، سوسر يعني طبق مفلطح مسلطح كده هون، فانت فور بيرفكت درينج لازم نعمل سوسرايزيشن. ده منظر تاني اللي احنا بنعمله، القاذورات لازم تتشال بص وسيكويسترم تبقى سيكويستريكتوم، نشيل العظم اللي مغطي هذا الكافيتي فور بيرفكت درينج يبقى سوسرايزيشن. طب الكافيتي ده بقى هتسيبه كده هون؟ على فكره مفيش حاجه اسمها في الجراحه ديد سبيس، الديد سبيس لو اتساب هيحصل فيه كوليكشن تاني، فلازم بقى تعمل ايه؟ بنملى الكافيتي دون ببون شيبس عشان يسرع الهيلينج على نظافه. العيان ده هو بعد العملية طبعا دي العظمة عنده خلاص ضعفت قوي
واكيد لو وقف عليها يحصل له باثولوجيكال فراكشر، فممنوع الوقوف على الرجل دي لحد ما يحصل كومبليت راديولوجيكال ايفيدنس اوف هيلينج. وعشان كده بنحط الرجل عنده في سبلنتج في سلاب عشان يعمل سبورت الرجليه وما يوقفش عليها، لو هيتحرك يتحرك على عكاز. وما تنساش طبعا الانتي بايوتيك في الكورونيك اوستيومايلايتس مع العمليه وفي الاكيوت اكسربيشن. ما ينفعش انتي بايوتيك لوحده في الكرونيست، حتى انها كرونيك طول عمرها، تخف في الاكيوت انفلاميشن وبعد كام شهر ترجع لك تاني. عشان كده لازم السيرجيكال درينج مكمل للانتي بايوتيك. ويبقى ده الكورونيك افتر اكيوت اوستيومايلايتس. ثانك يو فور جود ليسننج اند جود لك.